مساء الخير مشاهدي يوتيوب في حلقه جديده من برنامج هات الكرة. ارحب بضيوفي في هذه الحلقه كل من الكابتن رزاق فرحان. اهلا بك كابتن، نورتنا. اهلا وسهلا بك. وارحب ايضا بالكابتن احمد عبد الجبار. اهلا وسهلا بك كابتن احمد، نورتنا. نبدا الحلقه بابرز العناوين. منتخبنا الوطني ينهي تدريباته قبل مواجهه المنتخب العماني يوم غد الثلاثاء. كاساس في مؤتمره الصحفي يشير إلى أهمية المباراة أمام عمان وصعوبتها ويؤكد جاهزية علي جاسم وزيد تحسين للمباراة. لاعب منتخبنا الوطني ريبين سولاقة يشير إلى أن طريقة استقبال جماهيرنا للمنتخب كانت مبهرة وهذا ما يمنحنا دافعا حماسيا. الليلة في هاتريك غدا وما أدنى غد لو تعلمون، أما نكون أو لا نكون. كانت هذه ابرز عناوين حلقتنا لهذه الليله. خلينا نبدا ب طبعا اللقطات اللي وصلتنا لتدريبات منتخبنا الوطني. اليوم انهى منتخبنا الوطني اخر وحده تدريبيه له، طبعا بعد وصوله يوم امس وكان في استقباله عدد من الجماهير، يعني جماهير غفيره كانت متواجده في مطار مسقط الدولي. ومنتخبنا مثل ما تلاحظون هذه اللقطات بعدسه مفدينا الى العاصمة العمانية مسقط، الزميل حيدر محمد وزميل علي ماجد. هذه هي آخر وحدة تدريبية لمنتخبنا قبل مواجهة المنتخب العماني غدا. كاساس في المؤتمر الصحفي أكد بجاهزية علي جاسم وزيد تحسين لهذه المباراة، وغاب فقط جلال حسن طبعا بسبب الإصابة، ومصطفى سعدون بسبب تراكم البطاقات الصفراء. كل التوفيق لمنتخبنا، وهذه هي مباراة مهمة. تكلمنا يوم أمس حول استقبال الجماهير وتواجدهم رغم التعادل أمام المنتخب الأردني والمستوى الذي كان أو اللي قدمه منتخبنا في هذه المباراة، لكن جمهورنا كان أعطى دافع وحافز معنوي للاعبينا، وهذا ما أثر على لاعبينا بصراحة. يعني من يوم أمس إلى اليوم اللاعبين يتكلمون حول هذا الموضوع وعاهدوا بأنه المباراة غدا إن شاء الله محسومة للمنتخب العراقي إن شاء الله. بقى المنتخب العراقي والمنتخب العماني والمنتخب الأردني يتنافسون على البطاقة الثانية، وهذا شيء طبيعي يعني، لأن الثلاث فرق أعتقد عندهم فرصة كبيرة إن يحصلون على المركز الثاني. البكرة مباراة مهمة بالنسبة لنا. ايضا منتخب العماني اكيد، ولكن احنا نتمنى ان فيس بكره تكون نتيجه ايجابيه للمنتخب العراقي حتى نقدر بالمرحله القادمه يكون عندنا اريحيه بها. ما عندنا غيابات، الحمد لله اللاعبين اكثريتهم جاهزين وموجودين ومستعدين للمباراه. اي واحد عنده تكهن باتجاه ان بكره منو يفوز ومنو يخسر، بعلم الغيب بس رب العالمين يعرف بيها، لكن اللي عليك انك تجتهد، تجهز الفريق، تجهز وضعيه الفريق حتى يقدم اداء جيد بالمباراه. ما عندي اي معلومه على موضوع البطائق صراحه. مباراه تلعب مع عمان، عندك مباراه مع الكويت، فلسطين، بعدين كوريا، وبعدين الاردن، يعني عندنا مباريات متسعه، لكن هو من يستطيع ان يصبر ويثابر ويحصل على نقاط. نعم احنا ممكن جمهورنا غضب علينا في مباراتنا واعلامنا في مباراتنا السابقه امام الاردن ملعبنا، لكن هذه كره قدم. مثل ما قلنا بانه منتخبنا طبعا جاهز لهذه المباراه. كان هناك محاضره قبل قليل يمكن للمدرب كاساس، اجتمع باللاعبين، وضع يمكن محاضرة الأخيرة هي قبل المباراة، وغدا راح تكون أيضا محاضرة ظهرا للاستقرار على التشكيلة، إعلان تشكيلة، أو إن شاء الله التحليل لأداء المنتخب العماني اللي يمكن صار أكثر من 3 أيام هم الكادر التدريبي يحللون أداء المنتخب العماني ومبارياته السابقة. اليوم كاساس حتى في المؤتمر الصحفي شكر الجماهير العراقية اللي كانت متواجدة وأتكلم عن صعوبة هذه المباراة، تتابع.
بكل تأكيد مباراة الغد هي مباراة صعبة. المنتخب العراقي والمنتخب العماني يعرفان بعضهما البعض جيدا. لعبنا ضد المنتخب العماني 3 مباريات في أقل من 2 المباراة مهمة، خصوصا أنها في بداية المرحلة الثانية من تصفيات المجموعة. حاولنا الفوز في بعض المباريات السابقة في المجموعة، لم يحالفنا الحظ في بعضها، ولكن نأمل أن نفوز في مباراة الغد. أولا بخصوص الإصابات أو الغيابات، استرجعنا المدافع زيد تحسين، ولكن فقدنا خدمات اللاعب مصطفى سعدون بسبب تراكم الإنذارات. بخصوص الشعب العراقي أو الإعلام العراقي، نحن بكل تأكيد أنا سعيد جدا بالشعب العراقي والعراقيين على دعمهم. أشعر بأن الجميع يريد أن يفعل أي شيء من أجل الحلم، الجميع يريد النجاح. أشعر بسعادة من داخلي، نحن دائما نعمل من أجل الحلم. أيضا عندما يعود اللاعبون إلى غرفهم للنوم، نحن نستمر في عملنا طوال الوقت ونتذكر العراقيين الذين يقدمون لنا كل شيء ويريدون النجاح للفريق. الفوز لا يتوقف على عملي وحدي، يتوقف على عدة عوامل، ولذلك ما يمكننا أن أعد به هو العمل وتطبيق ما يحتاج الفريق إليه. نعلم كل شيء عن المنتخب العماني، واجهناه من قبل. مباراة الغد مباراة مهمة، لم نستطع الفوز في المباراة الأخيرة، ولذلك سنحاول الفوز في مباراة الغد. نركز على المباراة ونتحدث مع الكادر التدريبي للمنتخب في خلال 4 أيام الماضية عن الأمور الخططية والتكتيكية، ونأمل في الفوز في مباراة الغد وإسعاد الجماهير. شكرا لدعم الإعلام العراقي ولدعم الشعب العراقي، وشكرا على التهنئة. حتى وإن قدمنا مباريات جيدة في المباريات السابقة، ولكن المباريات القادمة هي الأهم، وحلمنا هو الوصول لكأس العالم، ونحن حتى الآن لم نفعل أي شيء. أمامنا الكثير حتى نصل إلى حلمنا بالتأهل لكأس العالم. كان هذا جانب المؤتمر الصحفي لسيد خيسوس كاساس وريبين سولاقة لاعب من المنتخب الوطني. المنتخب العماني هو الآخر، أنهى آخر وحدة تدريبية إلى على الملعب الرئيسي مثل ما تلاحظون، طبعا تحديات كبيرة طبعا راح يواجه المنتخب العماني في هذه المباراة. غياب أكثر من لاعب، صلاح اليحيائي لاعب صانع ألعاب ولاعب مؤثر غاب عن المباراة الأولى أمام منتخبنا الوطني في افتتاح هذه التصفيات، ويغيب في هذه المباراة أيضا بسبب الإصابة. الظهيرين الأساسيين اللي كان يعتمد عليهم المنتخب العماني مع المدرب السابق والمدرب رشيد جابر اللي هم أمجد الحارثي وعلي البوسعيد أيضا راح يغيبون، إضافة إلى يزيد المعشني أيضا لاعب جناح كان يلعب مع المنتخب العماني. يعني عدد من الغيابات اللي كان يعتمد عليهم، يمكن رشيد جابر يعتمد على أمجد الحارثي وعلي البوسعيدي في أغلب المباريات اللي خاضها المنتخب العماني. نتابع شو اللي قال رشيد جابر في المؤتمر الصحفي. نحن نعرف المنتخب العراقي يملك لاعبين جيدين، لكن أيضا نحن نثق في لاعبيننا ونثق في إمكانياتنا، وعندنا لاعبين مميزين وقادرين يلعبوا مباريات في هذا المستوى، وأنا ثقتي في اللاعبين لما يكونوا حاضرين في الملعب ذهنيا بغض النظر عن اللاعب يلعب في أي دوري. هي في الأخير مباريات صراعات لاعبين داخل الملعب. المنتخب اللي بيفرض اسلوبه وفي نفس الوقت صراعاته جيده في الملعب هي اللي بتفرق معه، وبالتالي انا اعتقد انه خبره لاعبينا ايضا في البطولات هذه موجوده يعني. فبالتالي لا، نحن ما يعني نحترم المنتخب العراقي ولاعبيه، لكن ايضا نحن نثق في لاعبينا، وبالتالي هذا الشيء ما اعتقد انه حيكون عامل كبير جدا يعني. صحيح الخبره تكون موجوده، لكن ايضا اللاعبين عندهم خبره كبيره في المباريات مثل هذه. يمكن انا شخصيا من بطوله كاس العرب لهاللحظه لعبت كم مباريات مع المنتخب العراقي. لما بنرجع حق السيناريوهات اللي قبل كنا متفوقين في الملعب بكل شيء يعني،
بس هي مبارياتنا مع المنتخب العراقي ممكن أنا دائما كنت أتكلم إن هي جزئيات وتفاصيل بسيطة هي تحسم مباراة يعني. فحتى لما نرجع شوية عورة أتذكر الأمور اللي صارت مع المنتخب العراقي. فمثل ما تكلمت هي جزئيات بسيطة هي تفصل. بس إذا بنجي على موضوع الملعب والاستحواذ والأمور هذه لا كنا متفوقين، وهذا الشيء يعطينا انطباع جيد إن إحنا مع منتخب العراق دائما ما نكون زينين، وإن شاء الله بكرة بنكون زينين بإذن الله. طبعا كانت هذه عدد من التصريحات والمؤتمر الصحفي، وكل التوفيق لمنتخبنا. مباراة غدا ونقولها إن شاء الله، وللاعبينا دخلوا للمباراة استمتعوا بهذه المباراة وجيبوا الثلاث نقاط. مطالبين أنتوا نخليكم تحت الضغط، لا حد لا يحسبها تحت الضغط، لأن إحنا من وضعنا نفسنا في هذا الموقف. حاولوا تصالحون جماهيركم وتصالحونه بالفوز في هذه المباراة والتفكير في المباريات القادمة إن شاء الله. أرحب بالمرة أخرى بالكابتن رزاق فرحان والكابتن أحمد عبد الجبار، أهلا وسهلا بكم. كابتن رزاق، قبل أدخل في فنيا على المنتخب العماني ونتكلم عن المنتخب العماني، طريقة استقبال الجمهور هي رسالة وأبلغ رسالة للاعبين بأنه إحنا وياكم، رغم أنه أداكم كان غير جيد في مباراة الأردن، خسرنا نقطتين، تعادل كان أشبه بالخسارة، لكن جمهورنا كان على الموت. نشوف جمهورنا الصراحة إلى دور كبير انه تعود الروح والثقه للاعبين، لكن اللي حدث بعد المباراه مباشره ما شفنا مثل ما استقبلوهم بالمطار، وهذا الشيء ايجابي جدا. لكن انا اشوف انه استقبال الجماهير ممكن يحفز معنويا او ينطيهم بعض الحافز، لكن بالملعب داود بالملعب اللاعب ايش ينطي وشلون يطبق افكار المدرب؟ صح. الجمهور احنا شقد هنا 60,000 وما قدمنا الاداء، اذا ممكن انه ب 3,000 او 4,000 اذا كانت مقاعد المشجعين العراقيين ممكن هم اللاعبين اللي يقدرون يقدمون قدام 30,000 متفرج، يقدرون يقدمون اذا طبقوا افكار مدربهم وقدروا انه يكون لهم حافز. انا اللي اقوله انه الجمهور حتى لو تكلم عليك، حتى لو كان معاك، كان ضدك، انت اللاعب اللي تقدم داخل الملعب وتقدم. مو بس يعني شوف، مرات اللاعب اللي يدخل الملعب ويطبق افكار المدرب تجي افضل النتائج، لكن مرات بعض اللاعبين ما يطبقون افكار المدرب والجمل التكتيكيه، فلذلك الحماس هو اللي يعوضهم. اكو لاعبين حتى لو طلع عن النص يرجع. وبالتالي أنا اللي أشوفه أنه تحفيز الجمهور هو خارج إطار الملعب. هاي الشغلات إحنا لعبنا منتخبات وشفناها. أنا يحفزني المشجع وأيضا يرفع من معنوياتي، لكن ما يقدر يساعدني داخل الملعب. لازم أساعد نفسي. فلذلك أنا كلاعب لازم أساعد نفسي، أطبق واجباتي، الجمهور التكتيكي ينفذها صح، وبذاك الوقت انا اقدر انه اكون فرحان بنفسي كلاعب. طيب، كلام جميل. كابتن احمد، انا اريد اسالك على هذا الموضوع، الاستقبال الجماهيري اللي صار في مطار مسقط، يعني اللاعبين هم كانوا متفاجئين وما كانوا متوقعين انه الجمهور راح يستقبلهم. نعم، جمهورنا العراقي طبعا عودنا على هذا الشيء بصراحه، خصوصا في المباريات الخارجيه، هو جمهور محب، جمهور مساند، وطنيته يمكن وحماسه وغيرته على بلده ممكن يخليه يعني يذهب مع المنتخب اينما وجد المنتخب العراقي تشوفه وياه موجودين. بالنهايه يعني احنا ما نريد نحمل اللاعبين يعني الضغط، يعني هذا الجمهور انا اتمنى من اللاعبين 6 مرات تلعب امام يعني 60,000 متفرج، وممكن تستغل هذا الشيء يعني لصالحك. احنا نشوف يعني لاعبين على اعلى مستوى من يروح للمباريات، يعني من يروح المباريات انا احكي على مستوى عالمي، لاعبين على مستوى عالمي يمكن تشوفه استاذ داود خالد الهيدفون او السماعات، هذا يسمع اغاني، يسمع موسيقى، يسمع يريد يعني يطلع من اجواء الضغوطات هاي اللي عليه. فالضغوطات موجوده، لاعب كره القدم شخصيته
يعني يجب ان تكون قويه بحيث يقدر ان يواجه هذه الضغوطات، والا فانت ما تستحق تلعب كره قدم، وما تستحق انه تمثل بلد يعني وتكون لاعب منتخب وطني. فالضغوطات موجوده، وبالنهايه انت لاعب كره قدم، يعني شيء يريد يصير يعني مباراه وما توفقت فيها شيء تريد يصير يعني قصور راسك، هاي كره قدم بيها الفوز وبيها الخساره. احمد في بعض الاحيان تدري احنا لعبنا وانت موجود، يعني مرات تشوف جمهور كبير رجليك بعد مشي، لانك هذا اللي نتكلم عنه، التحفيز والحاله النفسيه اللي يدخل بها اللاعب، ممكن هي اللي توصله لاعلى المستويات، وهي ممكن انه تخليه ما يقدم شيء. بالضبط. انا كنت بصراحه، احنا لعبنا بفرق جماهيريه، انا كابتن رزاق، لعبنا منتخبات، يعني انت مرات يعني انا لعبت مع الزوراء، يعني قاعده جماهيريه كبيره، انا استغل يعني هذا الجمهور لصالحي واعرف شلون العب، وبالنهايه يعني لعبت ايضا مع فريق اللي هو فريق الكرخ، يعني كان بدايته ونهايته بهذا الفريق، فريق مو جماهيري، كنت استغل من العب ضد فريق جماهيري الجمهور هذا، اسوي بداخل نفسي تحدي لهذا الجمهور، يعني انت ممكن انه تستغل جماهير الفريق المنافس بتحدي داخلي، وهذا يعطيك فد اصرار وفد عزيمه انه تقدم فد شيء اكثر. ف يعني الجماهير صح يعني هي مساندة، لكن أنت داخل الملعب وما تقدمه داخل أرضية الملعب هو الأهم، مثل ما قال كابتن رزاق. هاي نقطة جدا مهمة. إحنا كيف لاعبين الآن؟ إحنا من سنروح المنتخب العماني إلى فرصة أيضا، إنه هيك لك أنا أغلب أصير 9 نقاط أصعد، أو جزء أصير ثالث أنافس الأردن، أهم حق مشروع إلى في هذه المباراة. إحنا كيف لاعبين يخرجون من تحت الضغوط الآن من الجماهير العمانية؟ أول شيء شوف الجمهور، بما انه المباراه هي خارج ارضك، فانت لازم تتاقلم وتعود نفسك انه راح تلعب ضد فريق في بدايه الامر راح يكون حماسهم ممكن يكون افضل واكثر من عندك. لازم يكون عندك رباطه جيش، لازم تكون ثقتك بنفسك عاليه، بنفس الوقت لازم تسير المباراه بدايتها بما انت تريده. يعني مثلا اني مو من المعقول انه الفريق العماني يدخل يريد مثلا كبدايه الامر انه يضغط وانا اروح وياه بنفس الرتم، انه اهاجم واضغط ونفس الشيء. فلذلك يحتاج سيناريو لازم يرسمه كاساس للمباراه حتى يقدر يسيطر على المباراه. طيب كابتن راح ارجع لكم، انتقل الى العاصمه العمانيه مسقط مع الزميل وموفد قناه يو تي في، زميل حيدر محمد. حيدر مساء الخير واهلا وسهلا بك والحمد لله على السلامه، وشلون الاجواء بعمان؟ مساء الخير داود، مساء الخير على متابعي يو تي في وعلى ضيوفك الكرام الكابتن احمد عبد الجبار والكابتن رزاق فرحان. طبعا الاجواء جميله في مسقط، الجماهير العراقيه متواجده بكثره في العاصمه العمانيه. ايضا اليوم حضرنا المؤتمر الصحفي لمدرب منتخبنا الوطني كاساس، هناك تفاؤل حاضر على وجه المدرب. ايضا اللاعبين اليوم خلال الوحدة التدريبية بانت عليهم علامات التفاؤل وأيضا نسيان ما حصل في مباراة الأردن، خاصة بعد الدعم الكبير اللي حصل اللاعبين في عند وصولهم إلى مطار مسقط. فبالتالي اليوم اللاعبين يحظون بدعم جماهيري كبير، هذا الدعم اللي ينطيهم الحافز لتقديم أفضل ما لديهم في مباراة عمان، خاصة وأن هذه المباراة تعتبر مباراة مفصلية في مشوار التأهل لكأس العالم. الجماهير اليوم مساندة في عمان يمكن أكثر من العدد المتوفر. اليوم الجماهير حاضرة، حضور عراقي بقوة، بالتالي اليوم الجماهير العراقية دائما ما تسير خلف منتخبنا الوطني في كل البلدان، وكما عودتنا دائما هي الساند الأول واللاعب الأهم في صفوف منتخبنا الوطني. اليوم معي عدد من الجماهير أريد أخذ آرائهم بخصوص المباراة وأيضا بخصوص موضوع التذاكر، هذا الموضوع اللي يمكن ما له نهاية. هناك مقاعد مخصصة لجماهيرنا، يمكن التذاكر الآن موضوعها مبهم. فأمير بالبداية أريد العفو علي المالكي، أريد من عندك بالبداية رسالة للاعبينا، وأيضا تحدث لي على موضوع التحضير الجماهيري لهذه المباراة. بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، شكر برنامجكم والأستاذ داود وللكباتن الضيوف الكابتن رزاق فرحان وأحمد عبد الجبار، دول لاعبين نخبة نجوم رموز، يعني لاعبين منتخب وطني
كل التحية لهم والحب والاحترام. طبعا اليوم احنا جايين من بغداد من مباراة الأردن، يعني أنا حاجز ثاني يوم، صار لنا تقريبا 4 أيام هنا. الجماهير العراقية يعني بكل مكان تيجي تلقى الجمهور العراقي متواجد، لكن اللاعبين على جنب نخليهم. احنا هسه خلينا نتحدث بالجمهور اللي حاضر. الجمهور اللي حاضر هو مساند للمنتخب وتاركين كل النتائج وجايين انه دا يدعم المنتخب الوطني، لكن اكو امور يعني مربكة بحق التذاكر. يعني الجمهور اللي موجود ما تكفي التذاكر، والاخوان بالسلطنة يعني مخلي لك 3500، 2000 عند الاتحاد و1500 يم السفارة. لحد الان ماكو شيء انه ملموس. وشفتوا يمكن الكابتن يونس طلع بفيديو مع احد الجماهير وصار كلام ولغط. هسا يمكن اذا يفر الكاميرا الجمهور خير من الله، كله يريد تذاكر. لحد الان ماكو اي تذاكر. ان شاء الله من الباكر بركة الله الاخوه بالاتحاد انه يخلون فد اليه تتنسق مع الجمهور. اما في خصوص المنتخب الوطني عليهم بال يعني تعويض النتائج اللي صارت السلبيه. يعني تعرفون احنا بعد مباراه كوريا خساره واجينا وين؟ اجينا على الاردن، احنا لازم نعوض، وهاي الفرصه يعني فرصه ذهبيه. ان شاء الله نتمناه من لاعبينا. شفتوا جمهوركم وشون استقبلكم، وشفتوا شعبكم وشون فرحان بيكم. عليكم ان تقدمون كل ما وعدكم. اليوم اللاعب العراقي يمكن يتذكر الكابتن احمد عبد الجبار ايامه كانت اكو ضغوطات بوقتها ما يقدم للمنتخب، يعني حتى يتعاقب من الدوله. ويتذكر الكابتن الرزاق. هسه احنا اليوم ما نقول لكم اكو عقاب، اكو دعم، اكو مكافآت، كل شيء موفر لكم. هسه احنا ما علينا، ما نقول لك نريد نوقف ويا الكابتن عدنان ويا يونس ويا حج غانم وكل الاخوان بالاتحاد، بس طياره خاصه، يعني فنادق مرتبه، المفروض اللاعب يقدم كل ما عنده. ان شاء الله يكونون على قدر المسؤوليه، يعني الفوز هو يكون يعني حلاوه البطوله هاي اللي التصفيات. الفوز راح يوصلنا بعيد شويه، تفيدنا هاي الثلاث نقاط وراها توقف. وحابه اوصل نقطه كلش مهمه على الاعلام العراقي انه يدعم المنتخب، لا يكون سلبي حتى ذا نتائج. يعني عندنا بعد 5 مباريات، يعني باكر نلعب تبقى عندنا 4، يعني اذا لعبنا باكر حتى لو خسرنا لا سامح الله عندنا 12 نقطه يعني موجوده. فلن راسا نفقد الامل. ان شاء الله جمهورنا قادر وصوتنا ان شاء الله بالمدرج راح يكون متواجد. ورساله للاعلام الكويتي، العفو الاردني، كافي المباراة عبرناكم، لا تبقون تنشرون علينا. والأرض من الأردن يعني من بغداد للأردن لو يسووها ذهب احنا ما نروح، لو مو يفتحون الحدود. لأن اللي سواه بقطر وجوي رحبنا بيهم رجعوا أساءوا للجمهور العراقي وسووا ما سووا. فاحنا ما مبادر من يمنا شيء، رحبنا بيكم وكل الهلة. يعني شغلات افتعلوها هي ما موجودة، كافي المباراة انطوت. اليوم احنا على إعلامنا لازم يتصدى لكل الإعلام ويوقف مع المنتخب ويوقف مع المدرب. ولا حد يقول نطلع مدرب، لا، المدرب طوه مساحه خليه يكمل. لن نصير مثل مال كاتينيتش وخسرنا المشيتين، خلوه يكمل نهايه المطاف. صعد يبقى على اليه المنتخب، ما صعد جيبوا لكم مدرب. هذا الامور يعني هي الاتحاد هم ما عرف بهذا الشيء غلط. هسه انشن يعني الاعلام ضد المدرب. علي انا اريد اسالك بخصوص مباراه يوم غد، او احنا بما انه احنا بعمان فالمباراه اليوم تحول عندنا. تجهيزاتكم باعتباركم انتم قاده المدرج، يمكن انتم تحفزون الجماهير، تحضيراتكم لهذه المباراه، يمكن عددنا احنا اقل راح يكون من منتخب العمان. هو هذا يعني قانونيا انه يعطوك يعني تقريبا 5% من الملعب انت كضيف، بس ان شاء الله نكون احنا ال 5%، ان شاء الله صوتنا اقوى من ال 95%. بس لحد الان ماكو تنسيق. يعني انت حاكيني هسه كعلي المالكي يشهد الله علي وانا بغربه ما عندي تذاكر لا انا ولا اصدقائي. بس احنا شنو يعني نقول للجمهور نطمئنهم، نقول بلكت الله باكر خاف تجي المباراه ونروح منطب. لا المشكله
هسه ملكه الله انه احنا داعمين للمنتخب الوطني. انا بالنسبه لي حتى اذا ماكو تذاكر حيدر اللي من الشباب برا الملعب نبقى ناظر المنتخب الوطني. هاي فايزين خطوة جيدة ان شاء الله 1-0 العراق ان شاء الله، وخلي الولد يشدون حيلهم، واهم شيء يعفون الانانيه لكل من يسوق لنفسه ويسوي مراوغات. لعبوا واحد يطل الثاني على مود نوصل للهدف ونسجل والعراق كله يفرح بيكم. يلا تحياتي لكم حيدر. شكرا شكرا تغطيه حيدر، تحياتي لكل الجماهير حيدر. نعم. أنا الوقت نعم. ادركني حيدر الوقت. نعم. ادركنا، وايضا انت انا اعرف انت ما نايم من البارحه والله يساعدك زين، فبس بعدك ما مبين منايم ترى. لا ان شاء الله، لا ان شاء الله يعني ان شاء الله هذا التعب باكر يتكلل بفرح المنتخب الوطني بفوز على المنتخب العماني. بس داود انا ولو اخذ شويه يسمحوا لي الكباتن من وقتهم. أي. بس توقعات لانه الجماهير منتظره كانت يعني من وقت. يلا بس بسرعه حيدر بس توقعات. اي مشجعين عندك دقيقه كابتن، اريد بس توقعاتكم لهذه المباراه لان الوقت داهمنا. حبيبي ان شاء الله بكره الفوز العراق ان شاء الله 2-0. من يسد ان شاء الله ايمن حسين وعلي جاسم ان شاء الله. كابتن توقعاتك لهذه المباراه؟ ان شاء الله 2-0، وغدا راح تكون اللعبه غير شكل، نازلين بقوه، لازم ان شاء الله ناخذ الثلاث نقاط ناخذها. توقعاتك لهذه المباراه انضم ان شاء الله 2-0 2-0 للعراق ان شاء الله. داود مثل ما تشوف التفاؤل يسود الجماهير العراقيه، نتمنى انه هذا التفاؤل ايضا ينعكس على اداء اللاعبين بارضيه الملعب. يمكن احنا بالفتره الاخيره ما حققنا انتصار على الاراضي العمانيه، نامل ان تكون مباراه يوم غد باعتبار انتم في بغداد تكون انه بوابه كسر هذا الرقم ان شاء الله، ونعود بثلاث نقاط مهمه من سلطنه عمان ان شاء الله. شكرا حيدر، باشر نلتقيك ان شاء الله بعد المباراه مباشره، يعني حضر نفسك باشر من مباراه شغل، ارجع ارتاح اليوم شوي ارتاح. ها كابتن رزاق يقول لك نام اليوم. شكرا حيدر، شكرا جزيلا. كابتن رزاق خلينا ندخل مباشره للمنتخب العماني، التشكيل المتوقع للمنتخب العماني: ابراهيم المخيني، محمد المسلمي، احمد الخميسي، عبد العزيز الشموسي، احمد الكعبي، حارب السعدي، ارشد العلوي، جميل اليحمدي، ناصر الرواحي، عبد الرحمن المشيفري، ومحسن الغساني. كهجوم هم يعتمدون على المشيفري والغساني. المشيفري عنده 5 اهداف. شوف داود، بغض النظر عن الأسماء وعن الغيابات فريق العماني يلعب بأسلوب واضح وصريح، وهو أنه يبني اللعب من الخلف، يعتمد على جهة اليسار، لكن طلعاته من جهة اليسار كثيرة، وصول للمرمى قليل، عكس جهة اليمين وصول قليل، لكن أغلب الكرات اللي توصل من جهة اليمين هي أهداف. فلذلك يعني خطورتهم على جهة اليمين. نعم. تقصد وحالة عندهم جيدة، أنه واحد من أفضل الفرق اللي يحاولون أنه يحضرون للشوت والتسديد من خارج منطقة الجزاء. بنفس الوقت عندهم الإمكانية أنه يبنون، وعندهم الكرة المباشرة السريعة للأمام. إحنا إذا نجي على الورق ونشوفهم، ممكن هم الفريق الوحيد اللي جاي يتطور أداء من مباراة الآخر، وهو الوحيد اللي استغل المباريات بأرضه باستثناء مباراة كوريا. خسر مع العراق وخسر مع الأردن برا، وهذا الشيء ما استفاد من عند الفريقين، لا العراق ولا الأردن. الآن فرق نقطتين بينه وبين العراق والأردن، في حالة فوزه راح يكون هو 9، وعنده مباراة أمام الأردن بعمان. إذن الحال اللي يمر بها المنتخب العماني ترى مو حاله سيئه، يعني المنتخب الكوري خلي نشيله من حساباتنا كلها بما فيهم العراق، يعني حتى من يجينا هنا من الصعوبه ان نفوز عليه. فلذلك لازم احنا تكون هاي المباراه هي المفترق، خلينا نقول مو مفترق فرق، لكن انا يعني اكو شغله حلوه عجبتني بعلاوي يقول انه حتى لو خسرنا، وهاي واردة بكرة القدم، انه انت تلعب خارج ارضك، احنا المشكلة الوحيدة لازم نستغل كل مبارياتنا اللي نلعبها في ارضنا مع ما يجينا من الخارج، وبالتالي المنتخب العماني منتخب قوي، منتخب صعب جدا. يعني انا واحد من الناس اغلب المباريات اللي لعبتها خارج عمان نغلبهم 3 أو 4، لكن داخل عمان من المستحيل او صعوبة جدا انه تغلبهم. فلذلك
على منتخبنا انه يعرف يتعامل مع هيك مباراه ويكون يعني هدوء اللاعبين مثالي وسيطره ان شاء الله المنتخب ان شاء الله. كابتن احمد منتخب العماني حتى انتقل لمنتخب المنتخب العماني يعني انا شفت له اكثر من مباراه بصراحه مثل ما قال كابتن رزاق هو منتخب مستحوذ على الكره هو منتخب يحب يمتلك الكره يعني انت اذا تشوف نسب الاستحواذ بكل المباريات اللي خاضها ما عدا طبعا كوريا حتى المباراة اللي خسر بها أربعة أمام الأردن فهو كان نسبة الاستحواذ الأعلى الكرة عنده الكرة عنده كانت كل المباريات كل المباريات اللي ما عدا كوريا كل كوريا طبعا خارج الحسابات حتى ويا كوريا تعادلوا يعني كانوا لحد دقيقة 80 هم أنا أحكي على الاستحواذ بالضبط بالضبط إذا هم منتخب مستحوذ وبالنهاية الفريق المستحوذ يعني كل ما استحوذت على الكرة أكثر كل ما أنت يعني فرصتك الفوز تكون أعلى بصراحة لأنه أنت تسجل من الكرة عندك فهم يعتمدون على تدوير الكرة يعتمدون على السويتش بلاي يعني تغيير اتجاه اللعب من جهة إلى جهة أخرى لكن بنفس الوقت أنا يعني إن شاء الله نستغل هاي النقطة يعني هم من يحضرون من الخلف بصراحة هم يسوون ستريج للملعب يعني ستريج يعني يسوون ديبث وويث اللي هو عمق وعرض يعني يعني يسوون عرض للملعب عن طريق صعود الأظهر الاثنين اللي راح يغيبون بهاي المباراة نعم اللي راح يغيبون امجد اللي راح يغيبون هم علي البوسعيدي كابتن احمد بدا غابوا هو اسلوب وطريقه لعب هو اسلوب عناصر يختلف هو اسلوب شوف يعني 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 البوسعيدي هو الواحد من الغيابات هو عندهم الكعب ايضا امجد الحارثي ايضا لاعب جيد على جهه اليسار امجد الحارثي عندهم عبد العزيز الشموسي لكن انا اشوف شفت امجد الحارثي بصراحه افضل لكن هو مثل ما قال كابتن رزاق هو اسلوب فيعني من يفتحون الملعب هيك والكره عندهم هنا عندك نقطه يعني ممكن ان نستغلها بصالحنا الضغط اللي نمارسه ممكن كاساس يفاجئهم الضغط عالي من بدايه المباراه اي كره تنقطع وهم بحاله هذا الانفتاح مثل ما نقول حتصير عليهم خطرات من بالتحول بس هم راح يفقدون اللي ابرز لاعب عندهم يا محترم يا هسه عندك محسن الغساني من اللاعبين وحتى المشيفري من المهاجمين اللي عنده 5 اهداف والغساني بس راح يفتقدون الى صانع العاب صالح اليحياي لاعب مؤثر لا جدا هو من افضل اللاعبين الموجودين افضل صراحة. اللاعبين بس انت مالك هاي المعلومه مال عبد الرحمن مشيفر عنده 5 اهداف عنده يمين سجلها 5 لا سجل 5 اهداف شفت الاهداف الحاليه لا لا تغلط لا انا شفت الاهداف صراحه انا شفت يعني الهدف اللي سجلوه على كوريا من كره جانبيه يعني المدافع سجله مدافع المنتخب الكوري سجله هم عندهم 6 اهداف عندهم عبد الله فواز عنده هدف عندهم محسن الغساني عنده هدفين محسن الغساني عنده والمشيفري عنده هدفين المشيفري صارت اثنين نصهن هو اثنين عنده هو اثنين عنده لكن هو نقطة يطلع حله بيده بالاخير فهو بصراحه هو جهه اليسار عبد الرحمن المشيفري هو يعني بصراحه لاعب مهم ولاعب مؤثر لاعب سريع لكن ايضا قلنا يعني من ضمن نقاط الضعف اللي عندهم بصراحه هم يعني حتى اشواه وسطهم مو بالاطوال العاليه يعني 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 اطوال متوسطه فممكن الكرات العرضيه تنجح عليهم مثل ما سجلنا مثل ما سجلنا سجل ايمن بكره شوف اي بالبصره تقصد اي كره راسيه كره كان طلعني الحارس يعني ممكن انه ممكن يكون احد الحلول لكن مثلا انا شفت بصراحه مباراتنا امام الاردن عجبني الفريق الاردني انه هو حد من 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 السنتر شوت اللي يصير عليهم من الثلث الاخير هو خلى الفريق العراقي يلعب سنتر شوت من مناطق متاخره فبالتالي المدافع حيواجه الكره مو مثل المهاجم فهذا حد كثير من خطورتنا نتمنى انه التنويع يكون اتمنى مثل ما قلت في وقت سابق انه ينزلون لاعبين يعني يسووا لك حلول لاعبين اصحاب مهارات يعني انا اشوف يوسف الامين ضروري باشر يكون اساسي بوجهه نظري يعني هيك لاعبين ذول يسووا لك فارق بهيش مباريات يعني خاصة بهيش مباريات أنت محتاج 3 نقاط مثل ما قال كابتن رزاق الآن الفريق العماني يعني عنده أفضلية على الفريقين ليش؟ طبعًا. لأنه عنده لعبتين والفرق المنافسة بأرضه اللي هو العراق فأمره بيده يعني ممكن يفوز على الفريقين وممكن هو يصعد نقطتين ممكن يعني وفرق بالضبط مو هواية يعني فاز أنت تقول يفوز يصعد صفر فأمره بيده يعني أمره بيده وإذا فاز على الأردن يروح تبقى له مباراتين بس فلسطين والكويت إذا قدر ياخذهن يعني ممكن يصير 90% الصعود له لكن احنا اذا قدرنا انه نتعامل مع هاي المباراه بهدوء ونخلي سيناريو المباراه على مراحل هسه قال لك احمد ممكن انه نضغطهم بدايه الامر
ونحاول انه نخلخل او الثقه بالنفس اللي يمتلكوها، وايضا الحافز اللي موجود من خلال الجماهير، بعد انه تضغطهم ممكن انه يرتبكون، وبالتالي ممكن انه تاخذ من عندهم هدف. كابتن انا هنا سؤال، احنا اذا ردنا نلعب هل راح نلعب بارتكاز اثنين بثلاثه؟ لعبنا في ارضنا، لعبنا بثلاث لاعبين ارتكاز. شوف انا ستقول لي امجد لي قدام، اقول لك خلي اقول لك شغله، احنا المفروض من نلعب خارج الديار ممكن نلعب ثلاث لاعبين ارتكاز فلات، حتى يعطون حريه لعلي جاسم ويوسف الامين بالصعود، واحد يغطي واثنين يبقون بمنطقه الوسط، وبالتالي يصير عندنا حاله هجوميه متكونه من ثلاث لاعبين بالاضافه الى واحد من لاعبين الارتكاز. انت اذا بملعبك، هذا كان خطأنا، احنا بملعبنا كان المفروض نلعب على الاقل ارتكاز اثنين ونط حريه الاربع لاعبين هم اللي يؤدون الهجمه بالاضافه الى صعود واحد من الاظهره. هذا اللي اللي اللي, اللي اعتقد انه كان المفروض انه نقوم به بملعبنا والعكس. لكن كاساس كان يريد انه يأمن منطقة الوسط، لانه اغلب لاعبين الاردن، وتذكر الهدف اللي اجى بمام اسيا كان قطع من منطقة الوسط وكرة بينية راح بها يزن، وكرة الثانية استخلصها من المدافع، خطأ مدافع وراح، وبالتالي قدروا انه يعبروا. لكن الاخطاء مرات ما تنطيك الافكار اللي انت تريد ترسمها. انا كان من المفروض انه نلعب باثنين ارتكاز، ونلعب يا اما زيدان وعلي جاسم هسه اتناقش وياك نعم. كاحمد باسل راح يكون في حراسة، يعني هذا واقعيا ومنطقيا. نعم، بس هو يعني ريبين هذا ما يعني خلاص موجود، مير خلاص موجود، امير العمار اللي ما يستغني عنه، بايش وايمن حسين، منو راح تلعب بعد كصانع العاب؟ على جهه اليمين، على جهه اليسار، كصانع لعب؟ انا لو يعني هاي انت عندك يوسف الامين، علي جاسم قد يكون بس هو قال جاهز اليوم. انا لو لو لو, لو برايي بالعراق مباراه نحتاج بها انه نفوز، العب علي جاسم، يوسف الامين، ايمن، بالاضافه الى زيدان، خلينا نقول زيدان او اي لاعب يجيد الادوار. ما يستهني عن بايش، انا بقول لك او بايش ويا خلي يلعب ثابت مع امير العماري ومير خاص. اسمعني، خلي يلعب بايش بالاضافه الى سعد، او بايش بالاضافه الى امجد، ماكو غير. يعني شنو ترى بايش يعني واحد من افضل اللاعبين التكتيكيين، ما لك شغله. جاي اقول لك شغله، يعني انت بكلام الناس اكو واحد يحبك وواحد يكره. بايش عنده قابليات بدنية رائعة جدا تقدر تستغلها أنت كمدرب. صح. نعم، في بعض الأحيان هو ما يظهر بالمظهر اللي أنت تريده، لأنه في بعض الأحيان ما يقدم اللي أنت تريده، يعني مو تكتيكيا، هو بالتكتيك المرسوم أنه أنت تريد من عنده حالات دفاعية أو حالات هو ينفذها، لكن بالشق الهجومي ما تلقى منتج مثل ما هو بالدفاع، الشق الدفاعي. لكن انت بهيك لاعب احمد ممكن انه يشاطرني الراي، انه انت بهيك مكان تحتاج لاعبين عندهم الروح. انا جاي اقول لك هذول الثلاثه ثابتين، بايش مع امير مع ريبين وايمن رابعهم، زين منو راح تخلي على اليمين وعلى اليسار؟ انا هنا المشكله. هو علي جاسم هل بالفعل راح يلعب 90 دقيقه من البدايه؟ واحنا هاي هنا انت بما انه لعبته بالمباراه الاولى علي جاسم، إيه بس انت اصابته هم بالكاحل هم مو سهله، اذا مصاب بشيء اخر. انت بس هو اليوم تمرن وقال انا جاي احكي لك انا جاي احكي لك على المباراه اللي بارضنا، عوف اللي بارضنا، انا اريد احكي على مباراه عمان. ممكن انه يلعب ثلاث ارتكاز، واذا لعب ثلاث ارتكاز حتى مباراه عمان ماكو مشكله. ليش شنو المشكله؟ انت متى ما تامن، بس المنطق بعد ما شفت هذا يقول لك انا جاي اشوفه راح يغير. والله انا اتوقع انه بعد هاي الحمله ما راح يغير هو. ما راح يغير هو. ما راح. كابتن احمد بصراحه هو يعني السيد كاساس يعني كان دائما يفاجئنا بصراحه. يعني احنا شفنا مثلا سواء بالاستدعاءات او بتغيير اللاعبين مباراه الى اخرى. يعني انت تغير اوكي ممكن تغير، بس مو معناها انه كل مباراه تغير اربع خمس لاعبين. يعني احنا شفنا امام كوريا، انت جاي من فوز امام من فلسطين،
جيت غيرت خط الدفاع كله أربع لاعبين، جبت لاعب أول مرة يلعب بالمنتخب لوكاس سلمون، بصراحة يعني أكثر من علامة استفهام. شفنا مثلا أحمد باسل كان رائع في المباراة السابقة، لكن من 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 أنت يعني مجرد ما انصاب جلال حارس المنتخب وجبت أحمد باسل، إذن أنت ما عندك ثقة بالحراس البقية الاثنين. زين أنت خلي سيناريو، أنت ممكن جلال يلعب وما وخلال المباراة ينصاب وأنت ما مستدعي أحمد باسل، يعني شلون حتكون وضعك هنا؟ يعني أكو علامات استفهام كثيرة بصراحة. أنا أتوقع يعني ممكن كابتن أو الكل إحنا مجمعين إنه إبراهيم بايش قطعة أساسية لدى السيد كاساس. ممكن إبراهيم بايش ممكن يلعب على جهة اليمين مدافع يمين وسواها أكثر من مرة، يعني سواها أكثر من مرة. لعب حتى بالفريق القوي. إذا 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 قلنا إنه حسين علي هو غير مستمر مع فريقه، أنت ما تخلي التشكيل، أنت ترجع لل يمكن اضطرار يكون للاعبين بأنديتهم. يعني مثلاً إحنا شفنا علي جاسم ما يلعب، ما يشارك مع كومو الإيطالي، فبالتالي يمكن دقيقة 70 أو 75 علي جاسم شد يعني بالإصابة مال كاحل. أنت شفت أكل عضلة الكولف عضلة البطة شدت يعني هاي ممكن توحي، وممكن ما يقدر يلعب خلال خمس أيام مباراتين متتالية. صحيح. يعني في ظل أنه هو ملاعب بفريقه ما عنده نفس المباراة، يعني ممكن منافس مباراة الأردن استنفذت منه الكثير، وبالتالي قد يستفاد منه بالشوط الثاني، يعتمد عليه بالشوط الثاني ممكن. لكن يوسف الأمين ضرورة ملحة في مباراة الغد أنا أشوفها. عندنا لاعبين ممكن زيدان إقبال ممكن يلعب اثنين ارتكاز ويلعب باعتبار انه الثلاث نقاط مطلب، ترى التعادل يعني حيدخلنا ايضا بمتاهات بصراحه وحسابات. فممكن يلعب ممكن يعني، واتمنى انه يكون اكثر استقرارا خصوصا في يعني خط الدفاع. يعني لعبه مباراه جيده انا اشوفها، يعني سواء ريبين سولاقه كان ممتاز بالمباراه، مناف ايضا كان جيد، يعني الحارس يعني ممكن مرخاص ممكن يعني دول يكون ايضا يستقر عليهم، وبالتالي التغيير يكون بلاعبين اثنين او ثلاث لاعبين وخلص. انا هنا يعني حتى حسين علي يعني هم ما عنده نفس مباريات، لكن هو كان يشرك مصطفى سعدو في اخر مباراتين، مصطفى الان غائب، جوز نشاهد بايش لعب مدافع يمين ترى لعب فتره مع المنتخب يمين ويجوي يمين بايش على الطرف يمين بتجوي بايش تكلمنا اكو جوز يلعب مدافع يمين ويزج بيوسف الامين الامام بايش الشغله الحلوه بانه وين ما تريده يلعب بالجانب الدفاعي، ممكن بالجانب الهجومي احصائياته اقل، صناعته للاهداف اقل، لكن من راح للسعوديه وممكن صارت عنده حريه تشوفه سجل وتشوفه صنع، اذا ممكن انه يجي من عنده. لكن بالمنتخب هسه علي قبل شويه قال هو نعم مشجع ولكن ما من حقه، قال على أنانية انه اكو بعض الغيره بين اللاعبين، انه كل واحد يريد هو اللي يكون الابرز وهو يكون الاحسن، فلذلك من اكو كرات المفروض تلعب باص واحد تصير اكثر من حاله دربل، وبعدين فلذلك انا اللي اتمناه انه يكون التعاون ويكون الاسلوب واضح. احنا ما نحكي بس عن اللاعبين، والله اللاعبين من يلعب ومن ما يلعب، احنا هذا مو اختصاصنا، احنا نلعب اللاعبين، لكن احنا ممكن انه ننطي راي، لكن انا اللي يهمني احنا كفريق احمد ما عندنا حاله بناء لعب من الخلف، يعني من توصل منطقه الوسط التحضير يصيحوا لها تبدا الكره طويله المباشره الايمن، حتى مرات احنا هاي المباراه اللي افتقدنا اذا لاعب الارتكاز ما يجي يستلم من الـ من الـ من الاشباه الوسط، يعني طبعا العب هو مو اخي، يعني انا عبالك بناء اللعب انه بس لاعبين الوسط يجون يستلمون، يستلم حارس المرمى حتى اللاعبين اللي فوق اللي هم ينزلون المهاجمين في حاله انه الارتكاز لعبه وياهم مان تو مان، من اللي راح يستلم؟ هسه تشوف باوروبا من يجون يضغطون خمس لاعبين للامام يلعبون الكره تشب اللي تكون منطقه الوسط، مو للمنطقه مثلا مو الايمن تلعب علي جاسم وبايش يبدي ينزلون بمناطق
اللي خلف لاعبين ارتكاز او خلف المهاجمين يقدرون يستلمون بهاي المناطق اللي يسحون لها الخواصر ومن خلالها يقدرون يروحون، لان انت من عباره بكره واحده خمس لاعبين ضاغطين وقدرت انه تخلص الكره وتندار هنا راح يصير ايش عندك؟ راح يصير عندك 6-5 انت بالحاله الهجوميه، وبالتالي ممكن انه تخطر وتسجل اهداف. احنا مشكلتنا انه اسلوبنا واضح ومفهوم للفريق الثاني، يعني اي كره تلزم لازم تروح لايمن، صح ولا لا؟ زين هسه احنا مو كل مباراه ساكو مباريات احنا لعبناها ويا اليابان باسلوب مختلف، لا باسلوب مختلف، هم لعبنا باليابان، هم لعبنا باليابان باسلوب امم اسيا، اي دافعنا ولعبنا كرات الى ايمن ونجحنا بها في وقتها. مو انت شوف انت من عندك فريق يهاجمك بمنطقتك اكيد راح تصير اكو فراغات، صح صح ولا لا؟ لكن الفرق العربيه مو كلها تصعد مثل اليابان، وهسه قال لك احمد من الفريق يعمل ستريج للمكان ويبدي لاعبينه ينتشرون، راح شو يصير؟ تدري اليابان والفرق باوروبا ايش قد يبقون يدافعون؟ بس لاعبين، بس لاعبين قلبي الدفاع هم هذول اللي يدورون، وبالتالي اللاعبين كلهم منتشرين باماكنهم حتى لانه صار زياده عدديه. انت من تريد تبني الهجوم لازم يصير اكو مجازفه، والمجازفه تحدث بكره القدم، وبالتالي ممكن تحدث اخطاء. احنا لازم يكون عندنا مجازفه وما نخاف، احنا لاعبنا يخاف من الخطا حتى الجمهور ما يتكلم عليه. زين من يدزك يا صادق؟ ابراهيم سالم والله دز كابتن ابراهيم يقول مرحبا مرحبا، تحيه لضيوفك الكرام، مباراه غد مباراه لا اعذار، واتمنى من المدرب كاساس ان يكون واقعي، والفلسفه الزايده جعلتنا بموقف محرج. ابو يوسف عليك راحة. سنفوز لو اختار التشكيله الهجوميه واللاعبين الافضل. اخر كاتب ضيوفك مميزين. خلي اختار لنا التشكيله. اختار لنا التشكيله يا ابو يوسف. دزنا اياها. خلينا نناقشها هنا. ها؟ نوديها الكاساس. تشكيلتك انت، تشكيلتك المفضله، دزنا اياها. كابتن تكلم بنقاط جدا مهمه الكابتن هنا، حتى في الحالات انه جزء نبدي ضاغطين مثل ما امام فيتنام، تتذكر في فيتنام في لا احنا ضغطنا، احنا مباراه كوريا اللي لعبناها اللي خسرناها 3-2 احنا بدينا ضاغطين بصراحه، فاجئهم الفريق وهي انا اشوفها من افضل الاشواط، الشوط الاول كان من افضل الاشواط لنا بصراحه تكتيكيا يعني، وهنا لعب شوف طبيعه اللاعبين او البروفايل مباراه كوريا اللي بديناها بالشوط الاول، ايه البروفايل اللاعب اللي اختاره كاساس في هذه المباراه، اختار لاعبين اقوياء بدنيا يعني الثلاثه اللي يتكلم عليهم كابتن رزاق اللي هو امجد عطوان وامير العماري ولوكاس سلمون، دول ثلاثتهم لاعبين اصلا يعني لاعبين اصحاب مواصفات بدنيه يقدرون يستخلصون الكره، اقوياء بدنيا. احمد يحيى مدافع يسار، مرخاز دوسكي مدافع يسار قدامه احمد يحيى قدامه يريد يعني اختار لاعبين ذو نزعه دفاعيه، وكان بصراحه يمكن لولا الحاله اللي صارت من جهه اليسار من يسارنا اكو كان خطا بالتواصل بين مرخاص وعمل، تصير بالنهايه، لكن هي اقل مباراه للفريق الكوري حصولا على الفرص، ما حصل يعني دائما الفريق الكوري حصل على تقريبا 10 فرص او 12 فرصه في المباراه الواحده، هاي المباراه حصل على اقل، ومن سوء حظنا انه ثلاثه نستغلها، فممكن كاساس في مباراه الغد يلعب ومثل ما قال كابتن المباراه تلعب على فترات، ممكن يبدي ضاغط وبالتالي انه يهز ثقه الفريق العماني امام جماهيره بنفسه، وممكن يحصل هدف مبكر وبعدين ترجع تلعب ببلوك منتصف الملعب او بلوك متاخر، وتعتمد على الـ على الـ على الـ على التحولات الهجوميه، هي السيناريوهات ممكن المدرب يعني يرسمها بباله. انت شو تفضل هسه احنا نلعب انا كابتن رزاق يقول لك انا العب بثلاثه، اذا كنت موجود انا العب بثلاثه ارتكاز، ثلاثه ارتكاز في عمان مع عمان، اي بس تعطي حريه للاعبين المهاجمين يعني تلعب لك ثلاث لاعبين للامام، يعني هو يقصد كابتن العفو كابتن رزاق يقصد مو مثل مباراتنا امام الاردن، انت لعبت امجد عطوان خلف ايمن حسين، بروفايل اللاعب يختلف هنا، امجد عطوان لاعب محور يعني ممكن انت تشوفه بالنادي يلعب خلف، بس الدوري مو مقياس انه تروح تلعب نفس الشيء، بالضبط انت تواجه لاعبين على مستوى اعلى صح، وضغوطات كثير المنتخبات تختلف
فممكن أنا شخصيا أفضل، لا أنا أفضل لاعبين مهاريين في مباراة غد. ممكن نلعب بالأربعة 4-2-3-1 اثنين ارتكاز بصراحة، يعني ممكن أمير العماري، ممكن ويا سعد أو حتى أمجد، لاعب مثل زيدان الكرة تخرج من رجله صح، ممكن يسوي لك ثرو باس. هذا اكو نوعيات لاعبين يستلمون، يعني هاي نقطة جدا مهمة، يستلمون يسموها بال يسموها بريك لاينز، بين الخطوط، يعني هو عنده القدرة على كسر خطوط المنافس من خلال باص واحد بالعمق، ويقدر ايضا يعني يدور هاي المناطق المهمة اللي يستلم بها الكرة. يوسف الأمين انا اشوف يعني ايضا ضروري تواجده. علي جاسم ان شاء الله يعني يكون جاهز، لكن اذا ما جاهز ممكن نشكرك كبديل. هنا سؤال، انا هسه انت قلت بانه عندهم ما يفتحون اكو يصير فراغات بالعمق. نعم، حتى اكو كره لايمن تتذكرون لعبها بايش بالعمق، ايمن يعني كنا متقدمين 1-0 شاتها لكن صدها الحارس، صح تذكرها انه عرضيه كانت، عندهم فراغات في نعم تصير هذه التحولات يعني تنجح عليهم، لانه بما انه هم يفتحون الملعب. انا شفتهم يعني يفتحون الملعب، هم قد يستعارون باللاعب يعني حارث السعدي رقم 23 في بعض الاحيان ينزل كلاعب بين قلبين الدفاع يلعب ارتكاز، بس في عمليه البناء ممكن ان ينزل بين قلبين الدفاع او على الجانب، لكن حتى الثلاثه هم يعني ينجح عليهم التحول وعدد غير كافي. والدليل لعبه الاردن احمد بسبب وجود لاعبين سريعين بالامام، حصلوا على فرص كثيره، سكور عالي، لكن بعد خسارتهم امام الاردن اعتقد الفريق ما بقى على نفس الحاله بفتح الملعب، بس يعني بدوا يخلون بعض الامان، يعني يريدون انه مثلا مثل ما قلت انت يرجع لاعب يصيرون ثلاثة، واحد من الاظهره الجهه المعاكسه ما يصعد، مثلا يريد يبنون من جهه اليمين. هدفهم امام فلسطين كان منتخب الفلسطيني ضاغط، هو تحول هو سريع، صار تحول سريع، دخل كره خلف المدافعين، دخل وسوى هم عندهم لاعبين سريعين، هم عندهم لاعبين يكون اصلا اللاعب الامانه شوف بطبيعتهم حتى يعني شوف يعني سبحان الله احمد جوز شفناهم احنا بالاحتراف، عندهم قابليات بالجري والركض ممكن اكثر دول الخليج او اكثر لاعبين المنطقه من ناحيه الجري والركض والقتاليه، فلذلك تشوفهم عندهم حتى نفس يعني بالمباريات. هذا الشيء بالسابق كانوا يعني اقل اللاعبين يعني جوده، لكن الان بما انه وصلوا الى مراحل متقدمه من اللاعبين الممتازين فبدوا يظهرون، بدا منتخبهم ايضا يظهر بصوره حلوه. وزير النقل السابق تحياتنا للنائب حاليا عامر عبد الجبار، تحياتنا يقول تشكيله مشجع يلعبني؟ لا ما ملعبك انت. يقول احمد باسل دوسكي سلاقه ومناف وحسين علي، امير وزيدان اقبال ارتكاز، يوسف وبايش على الحمادي على الحمادي وأيمن حسين. يعني شوف أنا برأيي، يعني هو رأي أنه يلعب بهاي المباراة بمهاجمين، تحياتنا معالي الوزير، يفاجئ منتخب عمان يلعب مهاجمين اثنين صريحين. هسه تريد ثلاثة ارتكاز؟ لا ليش تريد هسه أنا ما ساني حر توقعي، يعني إذا أنا ألعب بثلاثة تريد ليش أحمد؟ احنا نستخدم الكرة المباشرة الطويلة، من تلعب الايمن يعني اذا كانت له يحتاج لاعب يروح للامام ويحتاج لاعب يكون ساعد تحته، صح ولا لا؟ احنا هاي مشكلتنا، حتى الكرات اللي تروح للايمن اللي يحاول انه يحضن عليها يلا يقدر صعب نقص عددي، يعني يعني الكابتن رزاق يقصد احنا مثلا من نروح نوصل للجانب، لان احنا مو فريق الكره ما تبقى عندنا يعني بفتره زمنيه طويل. لا احنا مو من هذا النوع من الفرق، خاطر يصعد الظهير، عندك مجال يصعد الظهير والاشباه تدخل ويا ايمن وتسوي الزياده العدديه، احنا مو من هذا النوع من الفرق. فممكن اذا اعتمدنا على اللعب المباشر او اللعب الطويل ممكن انه يلعب بالنهايه طيب. مثل ما قال نو رونج نو رايت، يعني ماكو شيء غلط ماكو شيء صاحب كره القدم. طيب
كابتن رزاق شكرا جزيلا لك لحضورك اليوم. خلصت بسرعة. خلصت دي. ما طولنا. شكرا لك كابتن. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا كابتن. وتحياتي لكم وشكرا جزيلا لحضورك مرة أخرى. شكرا لكم مشاهدينا، نلتقيكم باكر إن شاء الله الساعة 9 بعد المباراة مباشرة. ها شنو؟ إحصائيات تزيين المال. طيب ما اسمه قلت لك أنا. لا استفادين من بعض الإحصائيات بالأهداف بصراحة. بالأهداف. شكرا طبعا للاخ فرات رئيس طبعا لهاي سبورت اللي بعث لنا بهاي الامور واستفادوا منها الكباتن وحكوا بها. نلتقي باكر ان شاء الله الساعه 9. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني امام المنتخب العماني، ويا رب ان شاء الله باكر 3 نقاط ونحتفل ان شاء الله بالفوز. اطلعونا على الف خير والى اللقاء.